كلش حال من جالاكسينا، اعداد كلش بصاي جالاكسينا، ضحايم كي قالي الى داماس كسيبا، والبريمات حط بريوريتي هدم عروض بريمار كينا داماس ماركيلي هدا ناس لي بتلك شوفو بصناك الجيب في قرب المدى قاص لي مقرب لنا في قير النص را ماشي كي جدو في مدى غاش حفيدني اسمي في شاكو كاس يقول الرقاد خير من نص. بغيت نهضر على الراب شويه. واش دابا نتوما خوتي كيبان لكم زعما واش كاين حمله ممنهجه كونتر الراب ولا كونتر الراب ولا زعما شي حد كي اتاكي الراب هاد الناس؟ انا ما كتبانليش هكا زعما. اش البارح كان البارح صيفطات لي ديك الدريه فاميليا واحد الميساج وكدا، المهم داكشي ما داش، قلت لها البنك على كما وصلهاش ولا انا ما كتبانليش واش راه الراب اتاكي ولا كاين حمله ممنهجه كونتر الراب. لا علاش ان هذاك الوزير هذاك بن زيد ولا هو اللي مقاطعكي داير هذاك داكشي اللي صرا في البولفار. بغيتو الراب ها هما الروابا كي دايرين، بغيتو الراب ها شوفو طوطو كي داير، شوفو كيفاش كيهضر كيفاش كيخسر الهضره. غادي انا تنايض بوليميك تاع واحد الفيلم ديال العراقي كانت تستعمل فيه شي ديسك ديال شي وحده من البوليزاريو ولا شوفو عاوتاني شوفو الوزاره شنو كتعم، شوفو الفلوس فين كتمشي تعطى لواحد الناس لي كونتر الوحده الترابيه. دونك هذاك بن سعيد هو اللي مفيزي هزاو والرواب جاو في الطريق. دابا هذا طوطو هادشي اللي طرالو مؤخرا، هما زعما هادو اللي كيتشدو بحال هذاك وينزا والكناوي وكدا، تقدر تريطيهم كباركا. حنا ما عندناش اصي ديال المعطيات زعما بحال دابا واحد تخارا مع بوليسي ولا راه ما باش يشدو على حقاش رابر ولا قال شي حاجه، راه ما قال والو. ما داكشي كيقدر يوقع لاي مواطن مغربي تخارا مع بوليسي يدير لك المانوط يديك زعما. هذا هو لافير عاوتاني ديال القناوي، واش عرقت عليهم في شي سبيطار ولا تا هو داو. دونك ماشي ما ماشي هاجموهم على داكشي اللي كيديروه ولا على كليباتهم ولا شنو كيقولوا في الناس. ولافير ديال طوطو مع داك التيجيني وكذا، هذاك التيجيني واحد الصحفي استغل هاد البوز اللي داير طوطو ولا واحد معروف بزاف ولا كلشي عارف طوطو كيف حتى الصحافه كتبقى تقدر تنصب لك كمين هكا تطرح عليك سؤال في شكال باش انت تقول شي حاجه ماشي هذيك، تقدر تقول عليك شي هضره باش تستفزك تقدر كذا. هو انا تجاوبو في داك الفيديو الاخر دعاه صافي. عاوتاني فاش كتولي انت بنادم داير بوم وكلشي كيعرفك وهذه وكتطلع في واحد الفيستيفال كبار هذه، خص واحد شويه تاع الانتيليجونس باش ما طيحش في هاد المشاكل. انا في المغرب ما فاش كيوصل باغي تعيش داك الدور ديال روك ستار وكدا، هادي راه ضروري خصك تخدم شويه على راسك، تعرف كيفاش تهضر مع الصحافه كيفاش. ما انا طوطورك تلاقيت به ماشي مره ماشي جوج، واحد الدري داير هاك كي خفيف هكا كيما بانت له في مخو يقولها لك زعما ماشي. ولكن عاوتاني فاش كتكون انت في واحد لاصال اللي كاين فيها 150 الف ولا 200 الف وتبدا تضرب واحد الطريقه اللي كدا، كاين تما عائلات كاين دراري صغار كاين كدا، دونك تقدر تخسر الهضره وتجي تهضر كيما بغيت في دياسك وكدا. داك الديسكور اللي غادي تهضر مع ابار من الزيكا راه ما خصكش تقول فيه شي، حيت حنا راه حنا في المغرب بغيت ولا كرهت، هذا هو البدا ديال وهذوك الزبي ديال الثقافه داخله واش هادشي مغربي ولا ربك واش باغيين تربونا ل 2003 ولا راه هادشي صافي. دابا حنا في 2022 راني عاقل ديك الوقيته ديال موفمون نايضه والفيوزيون والمعطال في المغرب والراب، وهادي كانوا كيجيبوا الحاج يونس هكا. الحاج يونس واحد الانسان شارف ما عنده حتى شي علاقه بالكولتور هيب هوب ولا بالراب ولا، وجالس كينطر تما زعما بحال خص دوك الشواب مي ابروفي وهادشي اللي جا من الخارج عاد يولي زعما مغرب. دابا 2022 الراب تجدر في المجتمع، كلشي كيسمع الراب دابا، ولات واحد التويشيه مين ستريم شحال هادي كانوا بحال كان اليسيست بحال واحد الفئه معينه هي اللي كتستفيد داك الشيء. دابا ما بقاش هاد النقاش مطروح باش تردونا زعما على هادشي ديال واش ثقافه داخله وهادشي راه ماشي مزيان لولادنا، هادشي ما بقاش صافي. دابا الدوله خاصها تاسيومي لانه شحال هادي دارت داك الاختيار ديال هادي الدعم هاد لي جون الفلوس شحال البيك شحال عطاو ديال الفلوس اش كاين في الماير خداو الدعم هادو ديك الوقيته. دونك الدوله دارت الاختيار ديال تحتضن الثقافه، ما تجيش اليوم هادو تقول لا راه هادشي ما كاينش. وحتى لي جون زعما الذي يحكموا المغرب في المستقبل راه دي فان ديال هاد الدراري اللي خراو عليها النار بوحدهم، ما كاين حتى شي واحد عطاهم فلوس ولا قال لهم هاك هز الرايه وقول الصحراء مغربيه عاد غادي نعطيوك الفلوس. صافي جا بنادم فرد كرو هكا براسو. دونك
هذا هو السوجي اللي كنت وداك الشيء اللي طرا في البولفار زعما انزلاق امني ديال ما كانوش ومشكله فوط ديال لي زورغانيزاتور قال لنا كتجيب هكا 4 ولا 5 مساحات لا طافيش في نهار واحد في داك الرك صغير واحد الصفر صغير ومش عارف انه الراب مؤخرا داير بوم في المغرب هذا اللي ولا كيتسمى راب دابا هادشي ديال التراب والموسيقى الشبابيه دونك خصك تمشي داك النهار ديال الراب ما يبقاش يتدار في الرك كاع راني عاقل داك العام مشيت حضرت واحد العام تما 2018 واقيلا الرفس ديال بنادم هذاك النهار اللي بقاو ضربوا اوكسمو بوتشينو بقراعي صافي ولات باينه انه هادشي كبر على البولفار سوا يديو لشي بلاصه اخرى سوا يبقاو يديروا مثلا ايام 3 ايام ديال الراب وكل نهار يكون فيها واحد ولا واحد كليكه مثلا هادي مو هذاك النهار صافي علاش تدخلوا نتوما المشكله هاد الصحافه ديال والو ردوها بحال زعما ما عرفوش اصلا راه كونسيرات ديال الساتي ديال كذا الناس فيهم بنادم موازي هذا الشيء كيوقع في بلاصه فيها بزاف ديال البنات مرا غادي هذه التلفز هادشي اللي ما زعما ماشي جاوا قالوا اجي نهرسوا هاد الاجان اليوم ما كايناش هاد الا كان شي واحد في فيديو ولا يتحمل المسؤوليه لانه ثاني راه القانون باين اي واحد يقدر يلصق لك السب والقذف دونك خص الواحد يتحمل شويه المسؤوليه ويبقى يوزن شويه شنو لا ما ندخلوا في داكشي التكنيك مهم بلا الكونتنت ديال هذا رواباش يقولوا كذا ولكن كيبقى واحد الناس جاوا من والو انا طوطا خلت عليه فاش جا الوجد هنا عند الدراغون وديك الوقيته ما ومازال ما كاين حتى حاجه وديك الوقيته في واحد الساعه قال لي انا شوف راه عطيني 3 سنين غادي دير بوم وشابو لطوطو لانه مشى بعيد واخا ما انا نختلف معاه موسيقيا يعني في داكشي اللي كيدير ولكن فرض كرو هكا ما عاونو حتى واحد خليه لك انه باع مع حليوه هذا هو المهم كنت باغي نهضر على هادشي كيما قلت لك صفت الفامي ديال واحد الاوديو مع طابلة المخزن هاجس المغربي الضعيف رحلة البحث على أجرة منطر في الرغيف بين جمهور البوليس لي شومور المرود الكراكيس في الكوليس والسيستم خصبنا قرود أفلام من وحي خيال لي كيكتب المحضر وتواخر عطلات شحال من بارع تتكبر حصل الصولات لازم كين يد من حديد واللي خرج الصرب يتبرد قضاء نزيه والفعلا يمكن عليه واربون والهيني دوا تشترد ديور قطيح وكتهدم قصور قطلة وكتخدم شفر خبزة كيتردم سرق بلاد كيتكرم برلمان بسيرات الكاش مشيل تمشيل كي قلبوا ليد مع الصباح والحواري مليو كابر دبرا في الجيب مات للداري سمي يلا بادي صافي طالق جمي حليب شبابا حملي تقيات مسخوط دوري وكمي الموري في دمي بزاي وشمي ستوري زمي في أرض تيم وفرحة ولدي مسمي أنا لي مينيك يخليني هاكا كعكة اللعبة ردابة حتى حكا من حنكا حب لقام في قهيوة دومين مروج في كامي وهز رواب باصا يقو حليوة ياك ما بنت ليك في سباق طريبي شاد بير انا وانطير بنيو ايران تاك تنوي طامع في درم تشيزي عيني وسط هاران ما تديروش من نصيدة بنش لين بقالة